عليكم، صبحكم مساكم الله بالخير يا شباب. هذا الشيء كذي اي اوكي. السلام عليكم مساكم صبحكم الله بالخير يا جماعة. حسب ما تقعد تشوفنا طبعا طالع من البيت مستعجل، حدي وغداي وياي. اليوم بإذن الله راح يكون يوم الداينو حق الحبيب. ما بين الحبيب الحين، اخليه يبين دقيقة. ايوه حلوين. وطالع بسرعة بسرعة لان بمر مشاري من الجراج رايح يقط سيارته، فبمر بشوف وين يبي يوديه راح اوديه، بعدها ارد البيت اخذ الموستنج وبس. خلنا نوصل الحين حق مشاري، بعدها نشوف الموستنج شنو. ايش قاعد اقول انا؟ حد جوعان دقيقة والله، خل اكل بعدين ارد اصور. ايش فيك؟ انا قاعد اصور. حتى انا قاعد اصور لان داينو اليوم. لا والله الساعه 7 تعال. طبعا وصلت البيت، هنا اطلع هذا وادخل الوانيت ونشلع الجراج. بسم الله يا رب يضبط وما يكون في مشاكل زيادة. الحين بس بعد ببنزين، بعدها نشلع. انا اللي مونسني ما شاء الله ما شاء الله، يعني كل ما اقط غيار وهد الكلج السيارة يعني مسموتة مسموتة، ما فيها نفض نفس قبل. انا اوريدي متعود دائما امشي باثنين من ايام قبل، يعني من لما كانت ماكينتي فار 6 قبل اسوي السواب، واي سبورت انا اسوقه دائما امشي باثنين. سيارتي الوحيده كنت امشيها بواحد عشان النفض الزفت، الحين اثنين وعادي الحياه حلوه. شوف اثنين بوم 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 تمشي. قبل حتى لما نقطة مثلا غيار وهد الكلج نفس ما سمعته والموسوي بالفيديو اللي طاف يوم يقول تطلع صوت طقة وتحس فيها اساسا، سواء بالتوماتيك او هني بالجرادي. السلام عليكم. السلام يا كالعادة الموسوي والنجادة. هذا مو النجادة صح؟ والي النجادة. طبعا توني واصل الداينو. هذا موستنج وانا وانا في واحد انا وانا ما يبقى انا وانا ما في دقيقة بس. هذا موستنج وانا في واحد هناك في واحد هناك في واحد داخل، فحسب متى يدوري والله ما ادري. شوفوا الزعلان. صدق كنت ابي هذه يو جي ار مبينه اخضر. رحت ثاني كان ثاني والله ببالي فيديو صدي ان شاء الله، يعني خليه دورنا بعدين يبين. عزاوي طلع موجود واحنا ما ندري. عبالي جاي واحد اشهر، عبالي واحد باذن الله. سلام عليكم. والله يتعدل البيست والله ان شاء الله، اتمنى ذلك. تدري عبالي انت من اللي صافين دور؟ والله قاعد يقول لي العزاوي العزاوي، قلت له لا يبا مو هو ما يبي. ما قلت لك اي ما قلت انت. انا مو قايل لهم والله، هم ما قلت لي يو جي ار نص الجروب الربع كلهم ناطرين هذا الدش دايلو، ناطرين اكثر مني. ما
وين زحمة وأنا ما أحب السالفة. اكملت 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 تكفى صف بعيد والله لان انا بروح جاي مع خمس جايق. يا جماعه جراج جي جي ار مو بس داينو واكزوزات عندهم قطع. السلام عليكم. كم تسوون هيك كم تاخذون؟ انا جاي عشان هذيله. تو قال لي ان انا سيارتي راح يخليها اخر واحده يدخلها داينو عشان يمزج، عشان اذا كان في احد قبلي لا يطول عليه، فانا اخر واحد ومشاري وصل الحين. صار على سيارتك ولا شيء ركب على بعضه؟ شنو؟ ولا شيء ركب على بعضه؟ احلف. اي والله. ايش بتسوي؟ زين خليها لفوق. زين وننطر الفرج ان شاء الله. تعرف الشلبي هوايات كم يجيب؟ اوكي صح. حيقول 578. مالي شاب الرقم طلب بالي. تخمين العزاوي 578. خلينا نشوف. اذا قريب من هالرقم والله لك اللي تبي. لك اللي تبي. تبارك الرحمن والله مستانس وناسه ما صارت ولا استوت.
راعي الأنامل الذهبية راح أسميك. ها؟ يلا فيولها؟ كم متوقع؟ والله ما أدري. فيها 20 زيادة 25. يلا خلنا نشوف. التيون والداينو يعدلون نسبة الهواء مع نسبة البنزين عشان السيارة تكون مضبوطة، عرفتوا؟ هذه فكرة الداينو، يكون اللعب بالبنزين والهواء فقط، والتايمينج وفي أمور بسيطة بعد زيادة. بس ليش؟ عشان تكون السيارة بيرفكت بالشارع. والاير فيول، الاير فيول من اسمه اير فيول، نسبة الهواء مع البنزين. الرقم الصحيح حق الاير فيول 14.7. فلما انت السيارة واقفة، لما السيارة تكون واقفة والجيج يقرأ 14.7 14.6 14.5 ويرد 14.7 14.8 ويرد، يعني يكون المحاري هذه، افهم ان السيارة فل الفل. كنا محاتين ان ما تضبط السيارة وكمبيوترها وكذي، بس الحمد لله. كم رن تقريبا رنها؟ أربعة؟ أربعة رنات الحمد لله ضبطت السيارة. داينو هذا ما يعطي الرقم الصحيح. تسلم ايده غلط. والله تسلم ايده صاحب الأنامل الذهبية. الفيديو الجاي راح يكون تست حق الحبيب، طبعا جراح. بعدين اقول لكم قصته، الله يبارك بعمرك. بعدين اقول لكم قصه الريال، راح اصور معه فيديو. لهني ختام الفيديو. السلام عليكم.